تمكن أفراد فرقة الأمن التحري للدرك الوطني بزواغي من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 29 و 37 سنة، من بينهم 2 في حالة فرار. هذه القضية تعود إلى ورود معلومات مؤكدة إلى أفراد الفرقة، مفادها محاولة نقل شحنة من المخدرات، كيف معالج على متن سيارة سياحية من مدينة علي منجلي باتجاه بلدية قسنطينة، ليتم توقيف المركبة المشتبه فيها على مستوى محور دواران بالحاج بالمنطقة الصناعية قسنطينة، أين حاول سائقها الفرار من أفراد نقطة المراقبة ليتم توقيفه وتفتيش المركبة تفتيشا دقيقا ليعثر بداخلها على كمية معتبرة من المخدرات مقدرة ب 3.550 كيلوغرام ومركبتان، واحدة سياحية والأخرى نفعية.